بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنات وشباب، كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا في أفضل حال وفي أحسن حال، وحافظوا على صحتكم، وإن شاء الله نتقابل على خير، وإن شاء الله نعدي الأيام دي كلنا على خير. النهاردة هنشرح محاضرة بسيطة جدا وجميلة من ضمن التواصل بين الفريق الصحي، اللي هو محاضرة effective communication، اللي هي التواصل الفعال. ازاي هنعرف ايه هو التواصل الفعال، وازاي نعمل التواصل الفعال، ايه هي خصائص التواصل الفعال، او ايه هي خطواته عشان نوصل الرسالة صح اللي بيسمعنا. لو قلنا انتروداكشن بسيط عن الافكتيف كوميونيكيشن، هنقول افكتيف كوميونيكيشن occurs when there is short meaning, the message that is sent is the same message that is received. There must be a mutual understanding between the sender and the receiver for the transmission of ideas or information to be successful. يعني ايه الكلام ده؟ يعني التواصل الفعال بيبني عندما نتشارك المعنى ما بين اللي هو المرسل اللي هو السندر والمستقبل اللي هو الريسيفر، او ما بين المتحدث والمستمعين. المسج دي يعني معناها ان هي وصلت صح، ماشي، اتفهمت صح من اللي هو بيقولها للناس اللي هي المستمعه. بيبقى فيه فهم عميق ما بين اللي هو السندر اللي هو المرسل او المتحدث اللي هو السبيكر او اللي هو بيعطي الرساله، وبين الرصيفة اللي هو بيستقبل الرسالة. أما يكون في فهم عميق، معناه إن يكون في تواصل فعال. هنقدر من خلال التواصل الفعال ده اللي احنا هننقل اللي هي الأيدياز، اللي هي الأفكار، اللي هي ننقل information أو النولج بطريقة ناجحة، مادام استخدمنا التواصل الفعال. التواصل الفعال لازم ما يكونش فيه اللي هو barriers، اللي هو أي حواجز عشان تعيقه إن هي تنقل الرسالة بتاعتنا دي. Effective communication may be defined as، إن هو ممكن يكون له كذا تعريف. أول حاجة اللي هي effective communication using language that is appropriate to other level of understanding. يعني الكلام عشان يتواصل التواصل الفعال صح، لازما نستخدم لغة مناسبة مع الناس اللي هما بيستمعوني، لغة مناسبة تتناسب مع مستويات الناس اللي هم الليسنر أو اللي هو الريسيفر اللي هم بيستقبلوا الرسالة. معنى أصح برضو إن هي نستخدم لغة إن هم يقدروا يفهموها. زي مثلا إن أنا راح أتكلم مع مجموعة من الأمهات، مش أكلمهم بالإنجليزي، لأ، أكلمهم بلغة عربية بسيطة حسب مستواهم العلمي عشان يقدروا يفهموا اللغة بتاعتي، وعشان يفهموا المعلومة اللي أنا جاية أديها لهم أو الأفكار اللي أنا جاية أديها لهم. يبقى الإفكتيف كوميونيكيشن اللي أنا أستخدم لغة مناسبة حسب مستويات الناس اللي أنا رايحة لهم أو الناس اللي هم المستمعين، وحسب درجة فهمهم حسب مستواهم في العلم. Make sure others receive the information or knowledge intended. يعني إيه الكلام ده؟ لازم أتأكد الناس اللي هم بيستقبلوا المعلومة دي بيستقبلوا المعلومة المقصودة أو الهدف المقصود من الرسالة. ده برضو بيتحقق من خلال الافكتيف كوميونيكيشن اللي هو التواصل الفعال، اللي انا اوصل للناس اللي هم بيستمعين اللي هم الليسنر، الناس اللي هم بيستقبلوا الرساله، ان هم استقبلوا المعلومه او الفكره المقصوده او الهدف من الرساله ده ايه. الافكتيف كوميونيكيشن برضو ممكن نعرف ان هو ديفلوبينج ريليشن شيب with others، ان هو بيتطور العلاقات مع الاخرين. يعني ايه بيتطور العلاقات ما بين السندر والريسيفر؟ بيطور العلاقة ما بين المرسل والمستقبل عشان نعمل كوبريشن، عشان نعمل اندرستاندنج لايه، بانفورميشن اند مسج، ويقدر نتوصل لفهم الرسالة ان هو جاي يوصلها مين، من السندر تو ريسيفر. Talking with others in a way that facilitates open honesty and cooperation. من خلال التواصل الفعال، التحدث مع الآخرين بطريقة سهلة، ماشي، بتسهل الصدق وبتسهل المشاركة أو المشاركة الفعالة ما بين السنتر والريسيفر. أما يكون في تحدث ما بين السنتر والريسيفر ويكون في مشاركة في الحديث،
طبعا هنشجع الريسيفر ده ان هو يشارك معانا في الحديث عشان يتوصل لفهم المعلومة صح. بروفايدنج فيدباك اللي هو رد الفعل، بناء على ان هو الرسالة فهمت صح من الريسيفر او استقبلها صح او استقبل المعلومة صح، بناء عليه في نفس الوقت هيدي رد فعل او يدي ملخص بسيط للرسالة اللي هو فهمها من المعلومة او في نهاية المعلومة دي، يبقى هيدي فيدباك. يبقى الافكتيف كوميونيكيشن من العناصر بتاعته ان الريسيفر هيدينا ايه؟ هيدينا فيدباك رد فعل، هيدينا ملخص في نهاية المحاضرة مثلا او في نهاية الورك شوب او اللي هي ورشة العمل دي، ملخص للمعلومات، مش ضروري كل المعلومات بس ملخص للمعلومات للسندر اللي هو شرحها او الاهداف الرئيسية مثلا، او لخصها بشكل منظم. معناه كده ان هو فهم الرسالة من مين؟ من المستقبل اللي هو السندر. Effective communication is a part of any successful organization. التواصل الفعال جزء أساسي ومهم جدا لنجاح أي مؤسسة. نجاح أي مؤسسة، المؤسسة اللي هي بتهمنا دلوقتي اللي هي المستشفى أو مؤسسة صحية، في تواصل فعال مثلا بين جميع عناصر المستشفى كلها وبين جميع رؤساء الأقسام واللي هو مديرين المستشفى، هنأدي اللي هو التواصل الفعال ما بينهم باستمرار هيؤدي إلى اللي هو تحقيق الهدف بتاع المؤسسة أو المستشفى اللي احنا موجودين فيه. تاني حاجة، any communication should be free from barriers so as to be effective. يعني ايه الكلام ده؟ يعني أي communication لازم يكون خالي تماما من أي حواجز، سواء حواجز اللي هي physical, psychological, environmental اللي هي النويز اللي احنا شرحناها كلها، لازم تكون خالية أساسا من أي صعوبات عشان تخلي اللي هي التواصل او المعلومة دي فعالة، عشان تقدر توصل المعلومة صح من السندر تو ريسيفر. بعد كده هنشرح اللي هي the characteristics of effective communication، خصائص التواصل الفعال. اول حاجة خالص من خصائص التواصل الفعال عشان اوصل المعلومة صح، لازم يكون عندي حاجة اسمها clarity of purpose. يعني ايه clarity of purpose؟ يعني وضوح الهدف. وضوح الهدف دي من مين؟ وضوح الهدف من اللي جاي يودي الرسالة او يوصل الرسالة، من السندر ذات نفسه، من اللي جاي يشرح الرسالة. لازم يكون عنده هدف واضح، ايه اللي جاي يشرحه، ايه هي العناصر بتاعته، ايه هي الوسائل اللي هيستخدمها مثلا في الكوميونيكيشن او في شرح الرسالة دي، ماشي. ولازم ايه هي اللغة اللي هي المستخدمة صح، هي البيكتشر اذا كان هيستخدم صور مثلا عشان تسهل عمليه الفهم مثلا، يبقى عنده عمليه اللي هو وضوح الهدف. يبقى the message to be delivered must be clear in the mind of the sender. زي ما انا قلت اللي هي الرساله اللي هو جاي يوصلها للسندر لازم تكون هدفها واضح من خلال السندر ده. The person to whom it is targeted and in the message should be clear. يعني بيشرح هنا السندر ده اللي هو الشخص اللي هو بيقوم بهدف توصيل الرسالة، ولذلك الهدف بتاع الرسالة ده لازم يكون واضح ولازم يكون أهدافه واضحة. لازم السندر ده يحدد أهدافه ويوضح اللي هي أهدافه ده لمين؟ للمستمعين. تاني خاصية من خصائص اللي هي effective communication اللي هي التواصل الفعال، أول حاجة اللي هي، تاني حاجة اللي هي completeness اللي هي ان الرساله بتاعتنا تكون كامله متكامله وعناصرها تكون كامله، تكون خاليه من اي حواجز. لازم الكلام اللي احنا بنستخدمه كلام مناسب، الوسائل اللي احنا بنستخدمها مناسبه، المكان ذات نفسه بيكون مناسب. المسج، the message delivered should be complete، لازم تكون كامله. مش بقول نص رساله او نص المحاضره، او بقول عناوين واسيب الشرح مثلا، او بجيب صوره مثلا واقول مثلا ايه افهموها زي ما تفهموها. لازم تكون العناصر بتاعتي كلها كامله، الكلام كله كامل. It should be supported by facts and observation. لازم تكون مسانده بحقائق وobservation، امثله. زي ما انا بقول لكم امثله، اقول لكم استخدم لغه مثلا سي مثلا، انا هقول حاجه للي هي او معلومات للمذر، لازم استخدم لغه مناسبه. زي ما احنا بنستخدم امثله، لازم اي واحد رايح يشرح محاضره او مثلا يؤدي رسالة أو يفهم معلومة لازم يكون مفتردة على حقائق وملاحظات. It should be well planned and organized. يعني الرسالة لازم تكون مخطط ليها ومنظمة.
يعني لازم تكون لها عناصر، وتابع العناصر دي، امشي ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، ما اجيبش خطوه من الاخر على خطوه من الاول على حاجات كده واقعد الخبط الناس اللي قدامي. لازم امشي خطوه بخطوه، ماشي، ولازم اكون اعرف الناس اللي قدامي دي فهمت الخطوه قبل ما انا على الخطوه اللي بعديها. تالت حاجه من ضمن خصائص اللي هي التواصل الفعال او effective communication، conciseness. conciseness يعني الاختصار، يعني the message should be concise, it should not include any unnecessary details، بس في نفس الوقت لازم تكون short and complete. في بعض الاحيان المسج دي لازم تكون مختصره، ما بتحتويش على تفاصيل غير ضروريه، يعني ما يكونش انا في محاضره وادخل في تفاصيل تانية غير المحاضره خالص، واضيع في وقتي في كلام تاني غير المحاضرة وانسى ايه الاساسي في المحاضرة. لازم الاختصار بتاعي هنا يكون مقتصر على المعلومة اللي انا جاي اقولها. تاني حاجة في بعض الكوميونيكيشن وخاصة هو الفيربال، لازم يكون ايه كونسايز اند كومبليت، يعني ايه مختصر ومفيد او كاملة. بمعنى اصح لو في ممرضة تشتغل في العناية المركزة وفي مريض حصل له كارديك ارست اللي هو توقف القلب وراح تبلغ الطبيب، هتقول له ايه؟ هما كلمتين اتنين، لو سمحت يا دكتور مريض الفلاني الفلاني حصل له توقف في القلب والرئتين. ما تدخلش في تفاصيل تانية عشان ما تعطلش الدكتور عن شغله. لو طلب منها تفاصيل اه تقول له، لكن ما طلبش منها تفاصيل خلاص ما تدخلش تدخل في تفاصيل تانية، اصل كان امبارح المريض ده كان كويس واول امبارح كان كويس، وتقعد تدخله في تفاصيل تانية وينسى الطبيب ده، ينسى الحاجة الأساسية اللي جاي عشانها. يبقى الكونسايز اللي هي الكوميونيكيشن او الرساله في بعض الاحيان لازم تكون كونسايز، اللي هي تكون مختصره، وخاصه في حالات الامرجنسي اللي هي حالات الطوارئ، او فيربال كوميونيكيشن لازم تكون مختصره، ما تدخلش في تفاصيل غير ضروريه او غير مرتبطه بالموضوع اللي انا اتكلم فيه. يبقى اللي هي المسج بتاعتي لازم تكون شورت اند كومبليت، في خاصه في الفيربال كوميونيكيشن. رابع حاجه عندي الفيدباك، طبعا اهم نقطه في الافكتيف كوميونيكيشن. الفيدباك دي احنا قلناها من مين؟ من الناس اللي هم الليسنر، الناس اللي هم الريسيفر. الفيدباك ده بيبقى رد فعل من مين؟ رد فعل من اللي هم المستقبلين او الناس المستمعين. لازم يدوني رد فعل ان هم فهموا الرساله دي، او يقولوا لي ايه اللي فهموه في نهايه المعلومات اللي انا اديتها لهم، ايه اللي هم فهموه او ايه الاهداف اللي هم فهموها. لو جينا قلنا مع بعض وزر The message sent by the sender is understood in the same terms by the receiver, not can be judged by feedback received. يعني المسج دي ما دام اتفهمت من اللي هي السندر اللي هو المستقبل، يبقى الريسيفر لازم يقول اللي هو الفيدباك ريسيفت اللي هو الرد فعل اللي هو استقبله ايه، او المعلومه اللي هو استقبلها ايه. The feedback should be timely and impersonal. يعني الفيدباك اللي هو رد الفعل لازم تكون في الوقت ده، ولازم تكون من اشخاص اللي هم مين؟ اللي هم المستمعين او الناس المستقبلين. يبقى لازم تكون في نهايه المحاضره، او لو انا مثلا يعني سالت سؤال في نص المحاضره ايه يوضح لي، اديني رد فعل يوضح لي اللي انتم فهمتوا. يبقى السنر ده لازم يوضح للي هو السندر اللي هو المرسل ان هو فيه ايه من المعلومات اللي هو بيديها له. كمان الفيدباك دي شود بي specific rather than general، يعني لازم تكون اللي هي خاصة عامة تكون عامة، يعني ممكن نقول الأهداف مثلا، يقولوا إيه الأهداف مثلا من المحاضرة دي، إيه اللي هي يكون يقولوا مثلا العناصر الأساسية اللي فهمها في المحاضرة دي. خامس حاجة اللي هي الإمباثي، اللي هي التعاطف، نقطة مهمة جدا، أو فيك من غير نقطة مهمة جدا من خلال الكوميونيكيشن. ليه بقى؟ والإمباثي دي لازم تكون مع مين؟ لازم تكون من السندر للليسنر. لازم السندر ده اللي هو بيرسل الرسالة أو السبيكر اللي هو المتحدث ده، لازم يكون متعاطف مع الناس المستمعين. لازم يكون مثلا عنده اللي هو سعة صدر، عنده اللي هو فهم اللي هو احتياجات الناس اللي قدامه دي، وعنده سعة صدر لأي استفسارات أو أي أسئلة بتجيله من الليسنر ده. الإمباثي with the listeners is essential for effective verbal communication. لازم التعاطف ده يكون مع المستمعين زي ما هنا ما قلت، لازم يكون مهم جدا، وخاصة في اللي هو التواصل الشفوي. Speaker
should be step into the shoes of the listener and be sensitive to their needs and emotions. زي ما انا قلت اللي هو السبيكر اللي هو المتحدث ده لازم يكون عنده حساسية او عنده تعاطف لاحتياجات اللي هو الاموشنز او التعاطف، لازم يكون عنده حساس لاحتياجات وتعاطف الناس اللي هم المستمعين. This way he can understand things from their perspective and make communication more effective. الطريقة دي اللي هي الامباثي، التعاطف دي يعني وتلقي الاستفسارات، وان هو يعرف احتياجاتهم ايه ومتطلباتهم ايه ويتعاطف معاهم، يحل لهم مشاكلهم، يكون عنده ساعة صدر ان هو يسمع استفساراتهم مثلا. ده بيساعد على الكوميونيكيشن يكون فعال اكتر. يبقى الامباثي التعاطف نقطة مهمة جدا، تفهم الغير. لو الليسنر ده مثلا عنده مشكلة اللي احنا نتفهمها عشان نقدر نوصل له المعلومة صح. تمام. سادس حاجة modify the message according to audience. يعني ايه؟ اللي احنا نعدل الرسالة او المعلومات طبقا للجمهور. audience دي يعني الجمهور او الناس المستمعين. يعني المعلومات اللي انا راح اديها للناس المستمعين دي لازم تكون حسب الفئة اللي هم موجودين فيها، ما اخرجش عنهم او عن قسمهم. زي مثلا اللي انا راح ادي معلومات لممرضات شغالين في الحضانة، يبقى المفروض المعلومات دي كلها مرتبطة بقسم الحضانة وبالأطفال حديث الولادة. زي مثلا ازاي تطهر الحضانة، ازاي تعقم الحضانة، ازاي الحضانة دي تشتغل، المفروض الحضانة دي تتعقم بعد كل قد ايه، ادلها معلومات على الأطفال حديث الولادة. ما ادهاش معلومات مثلا عن قسم الطوارئ، ما ادهاش معلومات عن قسم النساء، ادلها معلومات طبقا للقسم اللي هي موجوده فيه. يبقى الرساله او المعلومات بتختلف حسب اختلاف الناس، مش كل المعلومات ايه بتتناسب مع جميع الناس. حسب الفئه اللي انا بديلهم المعلومه دي اديلهم المعلومه حسب احتياجاتهم هم، حسب متطلباتهم. مش هروح لممرضه في قسم الطوارئ واكلمها عن اللي هي مثلا اللي هو دهوت اطفال حديث الولاده او قسم نساء او كده، لا احط ما يخص بيها زي انعاش القلب ورئتين مثلا، ده اللي يهمها عشان في ناس بيجيلها حوادث. ازاي تهتم بالجروح او الغيار على الجروح مثلا، ازاي تتعامل مع الناس اللي هم عندهم كسور اللي هي الممرضه اللي هي في الطوارئ. ما ادهاش معلومات تانية خالص بعيد عن القسم بتاعها. يبقى المعلومات بتاعتي او المسج بتاعتي لازم تكون مناسبه لمجموعه الناس اللي انا راح اديها لهم. The information requirement by different people in organization different according to their needs. زي ما انا بقول هوت، المعلومات المتطلبه لمختلف الناس في المؤسسه بتختلف طبقا لاحتياجاتها. The message should be modified according to the needs and requirements of the target audience. يعني الرساله اللي انا راح اديها لازم تتعدل طبقا لاحتياجات ومتطلبات مجموعة الجمهور اللي أنا قلت عليها واديتكم أمثلة عليها، اللي هي ممرضة الأطفال معلوماتها ومتطلباتها بتختلف عن ممرضة النساء، بتختلف عن اللي هي متطلبات ممرضة الجراحة، بتختلف عن ممرضة اللي هي مسؤولة في مثلا في الطوارئ. يبقى كل فئة ليها معلومات أو متطلباتها، ولازم متطلباتها دي أقابلها إزاي بالمعلومات المفيدة حسب القسم اللي هم موجودين فيه. سابع حاجة multiple channels of communication اللي احنا قلنا قبل كده. احنا قلنا الشانلز قبل كده اللي هي داون وورد كوميونيكيشن او اب وورد هوريزونتال دايجونال، في بعد كده اللي هي فورمال وانفورمال اللي هو الكوميونيكيشن الرسمي وغير رسمي، في فيربال وريتن. اللي انا ممكن استخدم كذا قناه او اللي هي قنوات متعدده للتواصل عشان اوصل الرساله صح وعشان اوضح الرساله بتاعتي صح. فور effective communication multiple channels should be used as it is increase chains of clarity of the message. تمام؟ ان هو نستخدم اكتر من قناه دي بتزود فرصه وضوح الرساله او فهم المعلومه اللي انا بوصلها لمين، الاودينس او الناس اللي هم المستمعين. The message is reinforced by using different channels and various less chains of the deformation of message. زي ما قلت نفس الكلام، ان المعلومات او الرساله دي بتبقى قويه لما بستخدم كذا قناه مختلفه. ممكن استخدم بطريقه رسميه وغير رسميه، فيربال وان فيربال اللي هو الكوميونيكيشن اللي هو الشفوي والريتن الاثنين مع بعض. لو استخدمت كذا قناه واكثر من قناه ده بيحسن من اللي هي الافكتيف كوميونيكيشن، ده بيوضح الرساله بتاعتي اكتر، بيفهم المعلومه بتاعتي صح للناس اللي هم مستمعين ليا. طيب تاني حاجة وآخر حاجة من عناصر اللي هي الـ effective communication make effective use of grapevine.
ريفاين يعني الاشاعات. هتقولي يا دكتوره هي الاشاعات من ضمن الكوميونيكيشن؟ انا بقول ميك افكتيف يوز، اللي انا هستخدمها الاستخدام الصح او الفعال. ايه هي الجريب فاين دي او اللي هي الاشاعات دي؟ عباره عن انفورمال شانلز اوف كوميونيكيشن، عباره عن تواصل غير رسمي، عباره عن معلومات او حديث بيدور ما بين اللي هي الموظفين او مجموعه من الاشخاص بدون تطبق اي قواعد او اي ترتيب. يعني كلام بيطلع او حديث بيطلع ما بين الاشخاص وبيتواصلوه مع بعض من خلال التليفون، من غير من خلال النت، من خلال التواصل الاجتماعي. يعني ايه بيقولوا اشاعه او كلام في المؤسسه كلها. طيب ماشي، انا ممكن استخدمها ازاي؟ احنا المفروض ما نشجعش عليه، بس المفروض المدير الصح يستخدمها ازاي؟ يشوف ايه هي مصدر الاشاعات دي اللي هي الجريد فايل دي، ويحولها الفوربال اللي هي الفورمال كوميونيكيشن، يحولها اللي هو تواصل رسمي. يشوف ايه مصدر الاشاعات دي. طب الاشاعات دي في انهي قسم مثلا، او عن انهي مجموعه من العمال دول، ويروح يشوف المجموعه العمال دول ايه هي المشاكل بتاعتهم. هو ممكن ينبه الاشاعات دي او الجريب فاين دي، تنبه المدير او تنبه رؤساء الاقسام او الناس اللي هم المانجر اللي هم الليدر، تنبههم لمعلومات او مواضيع مهمه او مشكله في القسم ده، فيحاول ان هو يعرف اساسيات اللي هي المشكله دي، ويحاول كمان يعرف ايه المواضيع المهمه ويحل المشكله دي. يبقى احنا لو استخدمنا الجريد فاين دي صح، مش كل الاشاعات طبعا، في اشاعات لها مصدرها صح، لها مصدر اساسي، يبقى دي اللي هستخدمها صح، يبقى دي فعلا ممكن تكون موجوده. وفي اشاعات لها ليس لها مصدر، فالمفروض المدير يتاكد الاول اللي ليس لها مصدر خلاص، اللي لها مصدر اللي احنا نحولها بقى لايه؟ فورمال كوميونيكيشن اللي هي تواصل رسمي بقى. ليه؟ لان هي بتنبهنا لموضوعات مهمه، ممكن تنبهنا لمشكلات موجوده فعلا. ماشي، فنستخدم نشوف المشكلات دي اسبابها ايه، وبعد كده ايه نحلها. The employees and the manager should not always discourage the هي great fine. احنا بنقول العمال فعلا والمديرين المفروض ما يشجعوش الاشاعات دي، تمام؟ بس في بعض الاحيان اللي هي زي should make effective use of the great fine، اللي هي بعض الاحيان اللي احنا ممكن نستخدم استخدام فعال للجريد فاين دي. The manager can use great fine to deliver formal message، اللي هو في بعض الاحيان ان هم المديرين دول ممكن يستخدموا الاشاعات اللي هي الجريب فاين دي عشان يوصلوها، يعملوها رساله رسميه زي ما احنا قلنا في الاول. ليه بقى؟ عشان نعمل فور ايدنتيفيكيشن ايشوز ويتش ار سيجنيفيكانت فور ذا امبليز، اللي هي عشان ممكن نعرف منها موضوعات مهمه جدا عن العمال دول. المانجر كان جيت نو بروبلم فيسد باي امبليز، اللي هي ممكن برضو المديرين ممكن يعرفوا من خلال الجريب فاين او الاشاعات دي، يعني يشوف الاشاعات دي صح ولا لا، ممكن يعرفوا بعض المشاكل اللي بتواجه اللي هم الموظفين دول او العمال دول، وبناء عليه يشوف الاسباب المشكله دي، وبناء عليه يقدر يحلها. يبقى احنا ممكن نحاول الجريب فاين دي او اللي هي الاشاعات دي اللي هي فورمال مسج، اللي هي رساله رسميه او اللي هي تواصل رسمي، من خلالها نعرف الموضوعات المهمه اللي بتهم اللي هي الناس اللي هي العمال، او بتهم اللي هي الاقسام، او اللي هي في مشكلات نقدر نحلها كده. تمام، يبقى احنا عرفنا ايه هي الافكتيف كوميونيكيشن، وعرفنا الخصائص بتاعته لو قلناها سريعه جدا، اللي هي كلاريتي اوف بيربس، اللي هو لازم يكون عندي هدف واضح، وده بيبقى من خلال السيندر اللي هو السبيكر اللي هو المتحدث. تاني حاجه الكومبليتنس، اللي هي المسج بتاعت او الرساله بتاعت او الانفورميشن، المعلومات اللي عندي اللي انا رايح اوصلها للناس، الريسيفر لازم تكون كامله. كونسايز، حالات اللي هي الفيربال كوميونيكيشن لازم تكون اللي هي الرساله المسج بتاعتي لازم تكون كونسايز، ما نتدخلش في انسيسري ديتيلز اللي هي تفاصيل غير ضروريه. لازم تكون عندي فيدباك للريسيفر، ما دام فهم الرساله صح او المعلومات صح يديني فيدباك. امبثي، لازم يكون سنسيتيف، حساسين المتطلبات اللي هي النيدز بتاعت اللي هي الليسنر، لازم نكون متعاطفين مع الناس المستمعين. موديفاي ذا مسج اكوردنج تو اودينس، لازم نكون نعدل الرساله او المجموعه اللي هي المعلومات دي طبقا لاحتياجات الجمهور. مالتيبل شانلز اوف كوميونيكيشن، استخدام اكتر من قناه في التواصل بيحسن او بيوضح الرساله بتاعتي. بيعمل ميك افكتيف يوز اوف جريد فاين، اللي احنا نستخدم استخدام فعال الاشاعات بتاعتنا دي، ونحاول من خلالها نعرف اللي هي الموضوعات المهمة، نعرف من خلالها اللي هي المشكلات، ونحولها اللي هي الفورمال كوميونيكيشن اللي هي تواصل رسمي عشان نحل المشكلات دي. شكرا لحضراتكم. في اي استفسار ممكن على الجروب اللي انتوا حاطينه اللي احنا نستفسر عنه، وانا هرد عليكم في اي استفسار، وان شاء الله
ألقاكم على خير، وخدوا بالكم من نفسكم، وشكرا جزيلا لكم، يا رب تكونوا استفدتم.